دلوقتي احنا عندنا بقى كيكه التفاح. انا قلت هعملها معاكم كيكه التفاح اللي هي المقلوبه او كيكه التفاح اللي هي مش مقلوبه. هقول لكم على مقاديرها، وبس عايزه اوريكم برضو الشكل، الفرق شكل الفرق اللي هو ما بين المقلوبه ومش المقلوبه هو الشكل ده. دي لسه هقلبها بقى، يعني لسه هقلبها معاكم واوريكم هنقلبها ازاي او هنعملها ازاي. هقول لكم على المقادير بقى دلوقتي تنزل على الشاشه عشان اقول لكم عليها حالا. وسهله جدا، مقاديرها سهله وجميله جميله، لان لا فيها زيت ولا فيها زبده ولا اي حاجه. الموضوع سهل، هو فيه بس كريمه حلويات اللي هي بنشتريها من الثلاجات، كريمه حلويات او كريمه اللي هي كريمه اللباني، كريمه حلويات السائله للخفق اللي بنشتريها من الثلاجات او كريمه اللباني دايما يبقى عندنا في الثلاجه. بصراحه انا على طول بحتاجها في الحلويات طول الوقت، وبتديني بقى قوام هش حلو جدا للكيكه. ايه بقى معانا؟ 200 جرام من كريمه الحلويات السائله يعني كوبايه، معانا 200 جرام سكر يعني كوبايه، معانا 200 جرام دقيق. خلاص انا بتكلم على كيكه التفاح اللي هي المقلوبه. خلاص 200 جرام دقيق، عشان في اللي هي مش مقلوبه هنزود 50 جرام دقيق، هيبقى 250 جرام في اللي هي مش مقلوبه عشان التفاح ما يسقطش لتحت، فلازم الدقيق يبقى اكتر شويه. خلاص 200 جرام للي هي مش مقلوبه 250 جرام يعملوا كوبايتين، للي هي بقى المقلوبه هتبقى 200 جرام هتبقى كوبايتين الا تلت تقريبا. انا يفضل بصراحه تشتروا الميزان وتشتغلوا عليه، الموضوع بيبقى سهل قوي وتتعودوا وتلاقوه اسهل كتير وتقولوا ياه انا ازاي كنت قبل كده بشتغل من غير ميزان. بجد حقيقي. 3 بيضات، فانيليا، رشه ملح، ومعلقتين صغيرين بيكنج باودر، ورشه قرفه حسب الرغبه. لو لاحظتوا كل حاجه 200 200 200 200 200 كريمه، 200 سكر، 200 دقيق، 3 بيضات، الحاجه الوحيده 3 البيض. خلاص فانيليا، رشه ملح، معلقتين صغيرين بيكنج باودر، حتى البيكنج باودر معلقتين صغيرين، ورشه قرفه للي يحب. 50 جرام بس دقيق للي ايه؟ للي هي مش المقلوبه، بس ممكن برضو تعملوها 50 جرام في اللي هي مقلوبه على فكره، تنفع، انا جربتها. طيب هنعمل ايه؟ كل اللي هنعمله موضوع سهل بقى جدا، باين يا عز دي اللي هي هتتقلب لسه، تفاحه تحت اللي هي دي بقى اللي هي مش المقلوبه، دي لسه دي تفاحه فوق فمش مقلوبه. كل اللي انا هعمله بقى هحط الكريمه اللباني اللي هي بديل بالنسبه لي للزبده، زيت واللبن كله في ان واحد. خلاص نحط فيها الفانيليا، نحط فيها البيض، نحط فيها السكر، مفيش لا جهاز ولا اي حاجه اهو. والكيكه بقى اللي هي التفاح العاديه اللي هي يعني ايه عاديه، شيلوا كلمه عاديه دي. 200 جرام راجع بس، وكريمه، 200 جرام سكر، 250 دقيق، 3 مظبوط حلو، ايوه كده تبقى كيكه تفاح حلو كده. الحقيقه انا في بس في حاجه، وفي مره وانا بعمل موس كور الموس اللي هي كانت عليها الشوكولاته، ها دي انا قلت لكم نص كوبايه كريمه مع 3 اظرف من ال الكريم شانتيه البودره، لا هي نص كيلو، وهي كانت نازله على الشاشه صح، انا اللي كنت ساعتها بسرعه كده عشان اخلص نسيت. بس يعني اللي هيعمل الوصفه هياخد باله على طول، لا يعني ان انا كانت غلطه كلمه يعني، لان ما فيش حد بيحط 3 اظرف كريمه خفق على اللي هي البودره كريم شانتيه على نص كوبايه كريمه، صعب جدا يعني.
انا بس سريعا انا هحط نفس المكونات اللي قلنا عليها اللي هي كيكه التفاح اللي هي بقى اللي مش مقلوبه، كيكه التفاح خلاص هحط اهو برضو البيض، الكريمه، كريمه اللباني او كريمه الحلويات، والسكر والفانيليا و القرفه اللي يحب، نقلب وننزل الدقيق اللي عليه البيكنج باودر. انا عملت الشكل اللي على الوش ده زي المقلوبه خلاص العكس، انا بس عشان اوريكم الشكلين، يا تحطوه ده من تحت يا يبقى من فوق زي ما تحبوا، بس دي كده اللي هي كانها مش المقلوبه، الكيكه العاديه خلاص. بس لما هقلب اللي عندي دلوقتي هتبقى ايه يعني فاهمين، عملت عكس عكيس، دي اللي هي مش مقلوبه اللي هدخلها، هدخل دي على 180 درجه. طيب الثانيه بقى عشان مش هيبقى عندنا وقت كده نعمل، انا عندي سؤالين كده قول يا ولاء بس عشان ايه نجاوب عليهم بعد ال، انا هبتدي بس ورقه الزبده دي مهمه بقى للي مقلوبه، ان احنا لازم نروح حاطين لها ورقه زبده من تحت، بقيسها بقى كده من النص للطرف واروح قطعه هحطها بقى، وبعدين لما افرشها تحت كده خلاص اهي وانا دهن القالب فهي كده لازقه حلو جدا معايا. هعمل ايه في دي بقى؟ دي بقى هرش الاول سكر من تحت، لو كنت كاتبه كوبايه السكر يا ولاء للي هي مش مقلوبه فشيليها لان احنا مش محتاجينها في اللي مش مقلوبه، ممكن الواحد يرش سكر عليها بس هي مش اساس يعني، فهمتي قصدي؟ هيا ولاء. طيب اوكي، السكر اساسي في المقلوبه لكن مش اساسي في اللي هي مش مقلوبه، ممكن ترشوا السكر كده عليها وتدخلوها ممكن، لكن مش اساسي في اللي هي مش مقلوبه. اهم حاجه بقى انا دي بقى اللي هتبقى مقلوبه هعملها الشكل ده، فكل واحده حسب الاختيار بتاعه، عايز يعملها شكل مستطيل، عايز يعملها شكل مدور، هفضل الف كده كده كده، بعد ما هلف ده هروح منزله عليها الايه اللي لسه خلطاه، الخلطه اللي انا لسه خلطاها، بس بنفضل نلفها كده انتوا حسب القالب والشكل اللي انتوا منقينه، واحده على التفاح يبقى فوق وواحده تبقى تحت، ايوه في اللي هي اللي مش مقلوبه. شكرا يا ولاء. خلاص بفضل احط اهو اهو، حاضر، وبصب بس الايه العجينة فوقيها وتخش الفرن برضو على 180 درجة اهو، مش مشكلة شكلها مش بيبان قوي على فكرة لما تتقلب ما بتبقاش باينة قوي. خلاص ننزل بقى كده فوقيها بس عشان الشورت فيديو يبان، تبقى الوصفة كلها كاملة، القالب ما يبقاش كبير قوي يعني، يفضل حسب التخن اللي انتوا عايزينه 24، لان الوصفه مش كتيره يعني الكميه مش كتيره معانا اهو، بفرده بس كده واروح مدخلاه الاخر الفرن على 180 يكون متسخن من قبل وبس كده.